ان للشيطان مداخل كثيره لاغواء الانسان واشد ما يهتم به العقيده لانها اذا انحرفت انحرف السلوك كما صح في الحديث الشريف الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم فهل يحاسب الله سبحانه وتعالى الانسان على كل ما يجول بخاطره من وساوس وافكار هذا ما سنتناوله من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النفس مرتع خصيب لوسوسة الشيطان فقد تمر عليها افكار وخواطر كثيره بعضها يمر عابرا لا يمكث الا قليلا وبعضها ياخذ حيزا من تفكير الانسان ثم يمضي وبعضها الاخر قد يثبت ويرسخ ويدفع للتنفيذ واذا كانت هذه هي طبيعه النفس البشريه التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها فانه وهو اللطيف الخبير العليم بامور الانسان تجاوز عن كل هذه الخواطر ولا يؤاخذ عليها الا في حالتين اثنين. الاولى: اذا عزم الانسان عليها عزما اكيدا وصمم على تنفيذها بدليل حديث الصحيحين البخاري ومسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. الحاله الثانيه: اذا نفذ ما عزم على تنفيذه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ومحل المؤاخذة على العزم على السيئة وإن لم يفعلها إذا كان المانع من فعلها عجزًا أو خوفًا من رقيب من الناس، لكن إذا كان المانع من تنفيذ ما عزم عليه خوفًا من الله فلا يؤاخذه بل قد يعطيه ثوابًا على مجاهدة نفسه. ومن هنا نقول ان من خواطر السوء ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسه فقال تلك مخض الايمان وفي روايه صريح الايمان بمعنى أن الخوف من هذه الوسوسة يدل على الإيمان الخالص لا أن الوسوسة تكون من الإيمان. وقد بين الحديث الدواء الناجع لهذه الوسوسة وهي الاستعاذة بالله والانتهاء عن التمادي فيها والركون إليها. وذلك من وحي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم" وإذا استعاذ الإنسان الضعيف بالله القوي كان ذلك دليلاً على عبوديته الخالصة لله. والله يقول للشيطان الذي أقسم أن يغوي الناس أجمعين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويوضح أحد السلف الصالح لأحد تلاميذه كيف يتغلب على الشيطان الضعيف بالله القوي ويستعين بالله ضد الشيطان. فيقول له: ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال تلميذه: أجاهده، قال: فإن عاد، قال: أجاهده، قال: فإن عاد، قال: أجاهده، قال: هذا يطول، قال له: أرأيت لو مررت بغنم ينبحك كلبها ومنعك من العبور، ماذا تصنع؟ قال تلميذه: أكابده، وأرده جهدي. قال السلف الصالح هذا يطول عليك لكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك فالاستعانه بالله القوي سبيل لطرد وساوس الشيطان اللهم انا نستعيذ بك وبقوتك من الشيطان الرجيم كل هذه المعلومات كانت عباره عن هل يحاسب الله سبحانه وتعالى الانسان على ما يقول في خاطره من وساوس وافكار ارجو ان يكون الفيديو افاد حضراتكم بمعلومه وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه باذن الله اترككم جميعا في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه